With Joe Biden having the tremendous mandate uh, that he has, and that uh, pretty soon the hyphen will be gone from vice president to president elect Joe Biden. Uh, it's a happy day. إنه يوم سعيد لبلدنا لان جو بايدن هو موحد وعازم على تقريب الشعب من بعضه بعضا وهو يحترم كل البشر وسيكون ديمقراطي ويحترم الجميع سواء انتخبوه ام لا وانا رسميا يسر سعيده بالنتيجه التي وشي اصبحت وشيكه الان وسعيده شخصيا بسبب جوده ونوعيه القياده التي سيقدمها بايدن واليوم اصبح واضحا ان بايدن هاريس سيفوزان بهذا السباق وسيكون 73.8 مليون من الامريكيين وهو اعلى رقم في تاريخ الانتخابات الرئاسيه وسيكون له تخويل قوي بالقياده ومجلس شيوخ الديمقراطي وفيه نسبه من الديمقراطيين وبالتالي نحن فزنا ليس بكل المعارك لكننا فزنا بالحرب وهذه مناطق كثيرة فاز فيها ترامب سابقاً فزنا بها وتحضيرا للانتخابات عشرين عشرين قلت للجميع ساعدونا والآن فزنا في مناطق مناطق ترامب ولم يكن فيها ترامب وفي الانتخابات التالية سيكون على الاقتراع وبالتالي سيكون الفوز عليه أوضح نحن فزنا بعضها وليس جميعها إلا المرة القادمة لن يكون هو في صندوق موجود على صندوق الاقتراع من الأسباب التي جعلتنا نفوز ببعض المقاعد بسبب نوعية وجودة أعضائنا بعضهم وكثير منهم متميزين ويعت... وبالتالي كما تعلمون فإن حق التصويت هو حق مقدس في بلدنا، واحتساب هذه الأصوات هو أساس لديمقراطيتنا، ولا بد أن نكون صبورين وهادئين. والأحد الاثنين والثلاث يستعوانا لأن نكون هادئين واثقين وصبرين وهذا السباق أصبح قريب، سنواصل الواصل الأمل في الانتصارات المتعاقبة من أجل داعمنا ولكي يكون لدينا بنية تحتية تبنى بطريقة بيئية خضراء وكذلك أن يكون هناك أجور أعلى وهذه أجزاء من جدول أعمالنا <applause> علينا أن نتحرك أيضا لقانون إغاثة من جائحة الكورونا فيروس هذا سيكون على قمة جدول أعمال فريق بايدن ويوم الثلاثاء كان عدد أكثر من 41 ألف إصابة وبالتالي مرة ثانية، أدعو الإدارة لتعود إلى الاجتماع، ونحن أيضاً. على استعداد لأن نمرر قانونا ايضا يساعد عندما ننتهي من هذه الجائحه التي تقتل وتصيب مواطنينا يجب ان نؤمن الجميع ونريد ان نبقي الحكومه منفتحه امام الخطه او القانون <applause> الذي سيكون أكثر تفاؤلا وبالتالي سيكون لدينا ثقة بأن الحكومة ستكون تواصل عملها وتواصل انفتاحها للأسف على الرغم على العكس من القضاء على الفيروس لكنهم لكن الإدارة أخفقت في توفير الحماية للشعب <applause> البعض أه سألني ما هو الضرر <applause> الذي سيقوم به ترامب بين خسارته <applause> للانتخابات ويوم أه استلام الرئيس جو بايدن أه هكذا سمعت السؤال كنا نعلم أه انه <applause> ربما لن اضافه الى محاولته لتقويض مصداقيه الانتخابات وايضا هذا الهجوم المحلي على الانتخابات لكن سبب وجودنا هنا من الناحيه السياسيه البعض يطرح هذا السؤال ماذا سيحاول ان يفعل ويكون فيه الضرر هذا الاسبوع كان لدينا شكوك ولم نتحدث علنا حتى نشروها عرضت إدارة ترامب أنها ستقوم بقانون جديد من الـ أي ومؤسسات صحية ما لم تقم هذه المؤسسات بإجراء عمليات تستغرق وقت هذا الوقت الذي نحتاج به تركيزا كبيرا من الـ FDA على تطوير وموافقه على مطعوم او لقاح فهذا the يعكس ازدرائهم للحوكمه وللعلوم فقد عبثوا بعمليه الـ FDA في القيام بالتجارب الضروريه لضمان السلامه ومناصره وجود اللقاح ويبدو ان هذه القوانين تشل الحكومه وتضع اعباء على الرئيس المنتخب الجديد الذي انتخبه الشعب الامريكي وهو يسعى لهذا القانون ليشمل مؤسسة أخرى فقد طرح سؤال كثير حول ماذا يمكن أن نفعل مياه آمنة هواء من أمن غذائي هذا هو الأساس وهناك أيضا محاولات لتقويض الخدمة المدنية والآن يحاولون أن يقولوا أنهم سيراجعون كل هذه التشريعات نحن نؤمن أن القوانين يجب أن تخضع للمراجعة لا نحتاج على ذلك هذا جزء من العملية إلا أنه <applause> هناك طريقة للقيام <applause> بذلك، <applause> والطريقة ليس <تصفيق> <تصفيق> إبعاد الـ FDA في الوقت الذي كان يجب أن نتوصل فيه إلى لقاح من أجل الشعب وأنا سعيدة وأفخر بوجود لجنة الطاقة ورئيس لجنة الطاقة والتجارة وسنسمع منه عن السجل الرابع من نوفمبر في يوم الانتخابات وضعوا هذا القانون الهدام ونشكرك سيد بولون على وجودك معنا لتكون في هذا الحوار المهم لصحه ورفاه الشعب الامريكي باحترام العلوم والحوكمه في هذا الوقت وقت الجائحه الذي يجب فيه ان نركز على اللقاح وليس على أي جدول أعمال آخر شكرا لك وسأؤكد ما قلته والديمقراطيين ومعظم الأمريكيين كلنا نعتبر هذا يوم سعيد لأننا نعتقد أن بايدن وهاريس الرئيس ونائب الرئيس المقبلين وهذا يسعدنا أنا والمتحدث ولكنني اود ان اشيد على المتحدثه على تاكيدها بشكل كبير ان علينا ان نسحق هذا الفيروس وهذا ما ذكرته على مدى اشهر وفي القضاء على الفيروس هذا يعني اننا بحاجه الى عمليه فحص دقيق وطنيه و اصرت كثيرا على مساله التفاوض مع البيت الابيض وادركت ان كما ندرك جميعنا اننا لن نعيد الاقتصاد على قدميه وإيجاد فرص عمل ولن نقوى مرة ثانية ما لم نقضي على الفيروس وهذا ك ك وكأنها تحمل مشعلا مستمرا في يدها وتبقي الأنظار على هذه النقطة نقطة القضاء على الفيروس وكثير ممن التقطوا هذا الفيروس اعداد كبيره لان الوضع يزداد سوءا وبالتالي فالمتحدثه تحدثت عن اهميه القضاء على الفيروس ودوري اليوم هو ان ندخل ببعض التفاصيل حول ما تقوم به اداره ترامب والرئيس ترامب في الاشهر الاخيره وهو على النقيض بدلا من محاوله المساعده مساعده العلماء والعاملين في القطاع الصحي وكل من يحاول أن يجد معنا حلاً لهذا الفيروس كان يقود كل هذه المحاولات ويجعلها صعبة علينا جميعاً أن نقضي على الفيروس ويصعب الأمر على خبراء الصحيين في أن يتحدثوا وأن يكونوا أيضاً في المكان المناسب ليساعدوا في هذه الجهود لكن للأسف تحرك بالاتجاه المعاكس الذي ذكرته المتحدثة والآخرين للقضاء على هذا الفيروس وأود أن أتحدث قليلا حول هذين الأمرين اللذين ذكرتهما المتحدثة وأولهما هو تهديد الخدمة المدنية العاملين في الخدمة المدنية من يساعدون في قطاع الصحي وغيرها من مؤسساتهم من العاملين في الخدمة المدنية, المدنية وهناك قرار تنفيذي صدر اي والسي دي سي كما ذكرت المتحدثة هذا يشملهم ويش يقول هذا القانون أنه أن الرئيس وإدارتي سيضعون جدول جديد لتعريف. الخدمه المدنيه <applause> و... كان الدكتور فاوشي من الاسماء وكان هناك من اقترح ان فاوشي سيقال بعد الانتخابات وفاوشي هو مثال على انه بموجب هذا القرار التنفيذي يمكن ان يفصل والدكتور أوترز الذي ليس مؤهلا فهم لم يتعاملوا مع الفيروس بشكل جيد بسبب افتقارهم للمعرفه والعلم وبالتالي في التاسع عشر من يناير سيغادرنا هل سيقيل هؤلاء الاشخاص بوجود <applause> مثل هذا القرار فهذا تهديد فالإقالة أو التهديد بالإقالة فهذا أمر مهم بالنسبة لما يفعل <applause>